والله استاذي معاناتنا السيطرة للسيطرة قطع، سيطرات كثيرة، طصات بالشارع إلا ما تقول يا طصات مفاجأة، يعني أكثر ما يمكن إذا مريت بالطريق تشوف سيارات، هذا الطاقة فحل عنده، هذا الطاقة تاية عنده، هذا موجودين بالشارع، موجودين هذا إذا تمر بالشارع. وتجي هنا تمر على صلاح الدين، خلص صلاح الدين يجي هنا بلد نهاية صلاح الدين، يعني طالعين من صلاح الدين يقول 15,000 ما جباية، زين 15,000 ما جباية، وين الشارع؟ سوينا شارع، سوينا سونارات، سونار تنزل به يراد له جارورة يلا يمشي به، يعني مو مال السيارات، خير ما بينا دحق على السيارات كلها دعاميات ورايح، السبرنجات من جوا كلها تنشلع من ورا الطصاد وتيبارات، لا تصليح تيبارات، لا شوارع، يعني معاناة هواي معاناة. والله هذا ما معلوم، العشرة بالليل، 11 بالليل ما معلوم، اليوم تعبر ولا ما تعبر. شو ما يأثر علينا؟ كله تأثير، كل هذا مصرف، كله مصرف علينا، وكراوين أشقد حتى إحنا كل هذا الغاز نصرفه. والله نطالب بالحكومة يعني تسهيل أمر، يسهل أمرنا، ما يلغي القطاعات، يلغيها القطاعات، أما يفتحوا بالليل للصبح، يعني ورا الدوام ورا ثنتين ينفتح للصبح ويكثر اسمه الرباية بالشوارع حتى الناس تريلا تمشي بالليل، بالنهار ما نمشي. والله احنا ناشد القوات الامنيه انه سهل امرنا في دخول سامراء، لانه قاعد نبقى فيه اكثر من 5 ساعات 6 ساعات قاعد نوقف على هذا المكان، وانت شوف عينك هذا الطابور من السونار وهو طالع، واليوم عطله طبعا اليوم، لانه ماكو سياره اليوم، اذا تجي باشر تلقى سياره اكثر، يجوز مسافه اكثر. فاللي ناشد القوات الامنيه انه يسهلون امرنا، ما يخالف خلي يكثروا اجراءات امنيه، ما عندنا مشكله. بس لا يسوون بينا مثلا هذا الطوابير هاي، والله جاء تاثر علينا، والسيارة كلها جاء نهدى هده وحده، ويصير ازدحام اكثر، بينما اذا يجي سيار يعني على استمرار، اولا الزخم يخف والمعاناه تقل. قد عدد السيارات اليوم؟ والله انا شوف بعينك يعني تقريبا بال 500 600 سياره. هذا اليوم اقل عدد ممكن. هذا اليوم اقل عدد. اليوم اقل عدد. طيب يعني انت بدك تقولون ماكو سونار، ماكو ترتيب؟ اكو سونار. موجود السونار، والسونار طبعا يعني معرق، هو من المعرق اللي شغلنا. احنا مو ضد القوات الامنيه، ولا نريد انه نخفف من الاجراءات، خلي ياخذوا اجراءات امنيه، ماكو مشكله. بس يخففون من هذا الزخم. من وين جاي؟ جاي من الموصل. وين رايحين؟ بغداد. طيب هاي المعاناه مال الطريق شلون تصير؟ والله هي هاي المعاناه هاي شوفت عينك منها، هاي كلها مطبات وكلها شوارع مكسره، ويعني تطلع من سيطره تدخل بسيطره، ونفس المبدا ونفس المنهج. قبل نمر على جهة الكركوك وعلى أضيم، بالنسبة مني فتح طريق الموصل قمنا نجي من هنا، قلنا أروح، هسه صارت المعاناة منا أزيد، لأن جسر تكريت لحد الآن ما بي تعمير، الجسر الرابط بين خارج سامر وخارج تكريت. تقصد التحويل؟ التحويل، لو هذا يكمل الجسر كل هاي المعاناة ما تصير. وبالنسبة لباقي السونارات، سونارات مثل بغداد مال التاجي مفتوح دوار 24 ساعة، كل زخم ما يصير به. هنا الآن ذاك اليوم طابق من 11 ما عبرت إلا بالأربع العصر. لو مستمر باستمرار كل هذا ما يصير هالزخم ولا ولا شارع، كل من يمشي على رسله زخم بالشارع ما يصير، دوس بالشارع ما يصير، كل هذا ما يصير هالمعاناة. المشكلة وين؟ المشكلة المشكلة سونارات ما جفت عنا اياهم بصورة صحيحة. يعني انت وسه كسواق يعني شو تطالبون حتى تمشي الطريق؟ نطالب الجهة الأمنية بأن السونارات تنفتح على 24 ساعة على دوار، كل هذا الزخم ما يصير. المشكلة يعني حدد النهاية دخول من دخول، خاصة دخول سامرة. دخول ها؟ كم يوم تظلون دول؟ دخول سامرة جانا قلنا 8 ساعات به. دخول سامرة هسه نريد ندخل سامرة للساعة 3، لو يفتح السونار لو ما ينفتح. فيا اخي احنا لو السونار بس يبقى باستمرار مفتوح ما يصير هذا الزخم، يعني احنا نكون واضحين، يعني خلال ساعتين هذا السيارة كليته يدخل المنطقة صغيرة. يعني لا يبقى شارع، لا يبقى تبليط، لا يبقى حوادث هواية يصير. انا اريد شغلتي يعني السونار من ينفتح يعني ما يسد، يعني له اوقات، اوقات الدوام مو مشكله، ساعه ساعتين ينغلق، بس بالليل قاعدين يسد الساعه 12 او 11 او 10، ما له اوقات محدده على مود السائق يعرف على الوقت ماله، يعرف يعبر المنطقه مالته. اريد السونار يبقى مفتوح
لما تكمل التحويله، التحويله اثرت علينا هواي هواي هواي، اثرت علينا والله. وغير هذا والله ما احنا ما نطال، انا جاي من بيجي، بالنسبه لي عندي سيارتي عاطله طالع للتاجي، يعني عطل يومين يلا اصل الصناعه زين، يعني ما وارده بتاريخ الدول كليتها. فاريد بس من هذه المعاناه او السونار يبقى مفتوح تسهيل امر على مود الزخم ما يبغى، يعني بدل ما تنهد هده واحده السيارات كليتها، يا اما يعني يبقى الطريق مفتوح، يعني كل 10 دقائق ربع ساعه تعبر سياره سيارتين، لا اول شيء لا ياثر على الشارع ولا ياثر على الزخم والازدحام داخل المنطقه.